بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فضيلة الشيخ سيف الدين أحمد المزبهندري، فضيلة السادة العلماء والمشايخ من كل أنحاء العالم، فضيلة السادة الوزراء، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد سمعت كثيرا، ونحن في بلاد المغرب الأقصى لا نعلم إلا القليل عن بلاد بنغلاديش، ولكن سمعت عن عشق شبه الجزيرة الهندية لمولانا رسول الله، خاصة سكان بنغلاديش لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم وأنا أشهد هذا الجمع الغفير بالآلاف، إخوة جاءوا من كل فج عميق ليحيوا وليحتفلوا وليفرحوا برسول الله، أشهد عين اليقين بأن هؤلاء الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحون به. ومن فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا فإن الله سيفرح به يوم القيامة، ورسوله سيفرح به عند الاحتضار، وسيفرح به في البرزخ، وسيفرح به يوم القيامة، وسيكون شفيعه يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، لقد كثر الحديث عن شرعية الاحتفال بمولد رسول الله، وهل يجوز الاحتفال بمولد رسول الله، وهل هو بدعة أضيفت إلى الدين؟ أيها الإخوة الأفاضل، لا تسمعوا لهذا الكلام، هذا كلام ينبع من قلب جاف قاس بعيد عن محبة الله وعن محبة رسوله. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن حينما قال لموسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله، وقد فسرها المفسرون على أن أيام الله في ذلك تذكير بنعمة الله وبفضل الله على خلقه وبرحمة الله على خلقه. وأي فضل وأي رحمة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد احتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عظمه وأمرنا بتعظيمه، إذ قال في سورة الفتح: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي لتعظموه وتفخموه وتنصروه، فإن لم تنصروه فقد نصره الله. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قد مدح رسوله صلى الله عليه وسلم مدحا كليا ومدحا جزئيا، فمدح أطرافه كلها، فمدح عينيه وقال: وما زاغ البصر وما طغى، ومدح قوله وقال: وما ينطق عن الهوى، ومدح قلبه وقال: وما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد مدحه مدح أخلاق عقله فقال: وليس بمجنون، وما هو بمجنون، وقال في القرآن: وما هو بمجنون. وفي هذا مدح لعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدحه كاملا فقال: رسول كريم، ومدح خلقه جميعا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد عظم رسول الله وقد مدحه وقد ذكر فضله، فكيف بنا لا نحيي هذه السنة؟ كيف بنا لا نحيي هذا الكلام؟ كيف بنا لا نستجيب لهذه التعاليم؟ فإن كان الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات مستحبا، فهو اليوم أضحى واجبا.
فعلينا بالاحتفال برسول الله وعلينا بالفرح برسول الله، لكن فقط ينبغي أن نعرف كيف نحتفل برسول الله وكيف نفرح برسول الله. ففرح برسول الله، فرح المؤمن برسول الله، هو فرح مستمر، هو فرح لا نهاية له، لا حدود له، فرح كل يوم. ينبغي أن نفرح برسول الله بما يفعل الإخوة الآن. الإخوة يأتون من كل فج عميق ليذكروا رسول الله. علينا بذكر رسول الله وبالصلاة على رسول الله وبالاستماع إلى القرآن الكريم وبالاستماع إلى الأحاديث النبوية، وأيضا علينا بتقمص أخلاق رسول الله وباقتفاء سنة رسول الله، فبهذا نحيي حب رسول الله في قلوبنا، وبهذا يصير محبة رسول الله جزءا منا، وبهذا نصير نتكلم برسول الله وننظر برسول الله ونمشي برسول الله ونسمع برسول الله ونسمع عن رسول الله، فنفنى في رسول الله، وإذا فنينا في رسول الله فنينا في الله. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وما خالف هذا المنهج فهو لا ينتمي إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، علماؤنا، أئمتنا، صحابة رسول الله، رسول الله نفسه كان يحتفل بعيد ميلاده، رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يحتفل بعيد ميلاده. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تصوم يوم الاثنين، لما تصوم يوم الاثنين؟ فقال ذلك يوم ولدت فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بنفسه بالصيام، بشكر الله سبحانه وتعالى على أن بعثه رحمة للعالمين. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى الاحتفال برسول الله، لأن هذا الحشد الجامع يذكرنا باجتماع الأمة، يذكرنا بوحدة الأمة الإسلامية التي فقدناها هذه الأيام، فقدناها بسبب التشرذم، بسبب العصبية الطائفية، وبسبب التفرق، وبسبب قساوة قلوب بعض المسلمين. أيها الناس، إن هذا الجمع المبارك هو جمع مبارك، هو جمع يفرح رسول الله كما يفرحنا نحن. إن دولة بنغلاديش دولة يمكن أن تقوم يعني بدور رائد في نشر رسالة المحبة والسلم عبر العالم، وذلك بحكم موقعها الجغرافي، وأيضا بحكم عدد سكانها الهائل، وأيضا بهذا الفيض الرحماني، بهذا الفيض الرباني الذي أنعم الله سبحانه وتعالى على أناس هذا البلد، فيض محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ما كان لينغرس في القلوب لولا وجود أهل الله بينكم، لولا وجود شيوخ الطرق الصوفية بينكم. فعليكم بمحبة مشايخ الطرق الصوفية، وعليكم بالتزام منهجهم، فإنهم بوابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم جزيل الشكر وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.